هناك أحد يتبعه. لا، لكن عاجلاً أم آجلاً سوف تقع بيد سيد أرطغرل، وعندها وفي ذلك اليوم ستموت أنت وغونجاكول. لقد أنجبت ولداً سيحمل اسمك واسم أجداده يا سيدي. شكراً أختي كوكجي. أيمكنني الدخول؟ انتظر قليلاً كي تجهز حليمة نفسها. لقد عمت السعادة قبيلتنا بقدوم طفلك سيدي، جاء ومعه الخير لأهله ولكل قبيلة. إلى أين يسير القدر يا غونجاكول؟ ابن آسيا نويان الذي تحمل عروقه دم المغول الثائر يحس أن رقبته قد عجنت من حليب. الأمير ياجيت سيحضر أرطغرل والأمة هيمة، وسيحضر إخوته أيضا. لا أرطغرل، بقيت سنوات مع أوغاداي ورأيت حيلا كثيرة، فهل لأنك قطعت رأس غوموشتكين وأنقصت من احترامه سيدخل هذا الرجل في مؤامرة خطيرة كهذه؟ توقف، أمرك بترك سيفك كوني السلطان. ياجيت، لا تنسى بأنك الآن في خدمة نويان، صحيح سيدة غونجاكول؟ إن السلطان يقول الصواب. حليمة، يجب أن أسمع ما سيقوله الأمير. أعرف أن الموضوع يخص أخي. حليمة، سلطاننا علاء الدين كيكوبات الآن بات على علم باختطاف الأمير ياجيت، وأرسل رسالة عاجلة وطلب مني اتخاذ الإجراءات. الأمير ياجيت لا يشكل تهديداً على دولتنا. إن خيانة الأمير ياجيت ليست تهديداً على بقاء الدولة فقط، بل تهديداً لبقائكم جميعاً وأيضاً لقبائل التركمان كلهم. الأمير ياجيت وقع بيد الأيوبيين وبيد فرسان المعبد أيضا، ولكنه لم يصبح أداة بين أيديهم، وكان يظهر ارتباطه بالدولة وبالسلطان على الدوام. كان يفعل هذا من أجل والده، ولكنك تعلم جيدا أن الأمير نعمان آخر حياته قد بايع الدولة الأيوبية، حتى أنه حاول أن يعصي الدولة معهم. ما الذي يدرينا أن ابنه أيضا لن يكون مثله؟ شهدت على وقوفه شامخا أمام من حاولوا استغلاله عدة مرات. حسنا، لو قلت لك أن ثلاثة من سادة الأتراك قبلوا يده، إن لم أرى بعيني فلن أصدق أمير سعد الدين. أه
أنا لا أعرف الأمير، لكن حسب كلام السيد أرطغرل عنه فأنا أعتقد جازماً بأنه لا يفعل شيئاً كهذا أبداً. سيظهر الوقت لنا كل شيء. سيد توتكين، يبدو أن نويان قد اتحد مع سادة الأتراك المتمردين، وبالتأكيد هم خدعوا ذلك الولد المسكين الذي يريد الانتقام لوالده وبمساعدتهم. ربما لهذا السبب سلطاننا قد أصدر قراراً بقتل الأمير يجيد في أي مكان يرى فيه ودون شفقة أو رحمة. ولكي ينهي هذه المسألة بنفسه فسيأتي مع جيش إلى هنا. حليمة، اهدئي. حليمة أرجوك كفى، هيا اجلسي. حليمة، حليمة أرجوك تعالي، كفاك بكاء أرجوك، توقفي. عانينا كثيراً في قلعة حراس المعبد تورغوت آل، ولقد ضحيت بنفسك هناك من أجلي، وأعرف أني مدين لك بروحي الآن. أنا لم أستطع تقبل قتل نويان لك. ألم تأخذ درساً مما عشته أبداً يا جيت؟ كيف ترضخ لمشورة هؤلاء القطعان عديمي الأصل وتدعي أنك السلطان؟ حينها كنت طفلاً والآن كبرت وأعلم أن الوقت قد حان، وسأتبع ما كتبه لي القدر. أنت في غفلة كبيرة، ستندم أيها الطفل. لا تنس أن حياتك معلقة على خشبة تورغوت آل. أما الآن فقد جاء اليوم الذي سأخذ فيه حقي في السلطنة من السلطان علاء الدين قاتل أبي. أفهمت كلامي الآن؟ إن ذهبت هكذا فعلم أن السيد أرطغرل سيقتلك بيده يا جيت. هو أيضا سيطيعني قريبا يا تورغوت آل. كيف حدث هذا؟ وكيف علم نويان بأمر عودتهما؟ من الذي أخبره بالموضوع؟ إن ساعدتموني بالعثور عليه فسوف نعلم هذا معا. هل تريدني أن أحضر لك الأمير يجيت لتقتله يا أمير سعد الدين؟ أرى أنك والسيد توتكين لا تحترمون كلام السلطان علاء الدين ولا كلامي أنا.
وثقت بإخلاصكم للدولة رغم كل شيء وجئت إلى هنا، لكنني أخطأت. للمرة الأخيرة سأسأل هذا السؤال، أهناك شيء تعرفونه وتخفونه عني؟ ليس هناك شيء يا حضرة الأمير، وما عرفناه قد عرفناه منك أنت. أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحاً. أقدر وضعك سيد أرطغرل، فشقيق السلطانة حليمة قام بخيانة لا تغتفر. ما الذي ستفعلينه أختي حليمة؟ الحاضر دائما تكرار لما حدث فيما مضى. ما رأيكم؟ إن ماضينا كان يقوم دائما على النصر، لكن قد شهد على خيانات من أمراء كثر أيضا، وإن لم نتعلم من هذه التجارب فنحن في غفلة. ربما لهذا السبب كل نفس يأخذه الأمير ويخرجه هو خطر علينا وعلى الدولة. أخي لا يتمرد على الدولة أيها الأمير سعد الدين، أعثر على نويان وأحضر لي يجيت. حليمة، فليحفظ الله لكما ابنكما كي يتربى بينكما ويكبر. سيدي، السيد كونور ألب قد أرسل رسالة، ومن جاءك بها قال بأن الأمر مهم. ما الأمر أخي؟ أنا السلطان برضاء الله والغالب بأمر الله، أنا الذي أمثل الحق والعدل في هذه الأرض، وقد بايعني الكثير من سادة الترك، وأريد من الدودورغا والكاي أن يبايعوني أيضا حتى ننقذ دولتنا أيضاً من عذاب السلطان علاء الدين كيكوبات، وأريدكم أن تحاربوا معي حتى تقيموا وطنكم في المكان الذي تتمنونه. السلطان ظل الله في الأرض، السلطان عز الدين كيكافوز. يجيت ألب يريد من الأم هيمة والسيد توتكين أن يبايعاه ويحاربا معه. الأمير يجيد وبلا خجل وضع لنفسه لقب السلطان كيكافوز، وأيضا يسمي نفسه ظل الله في الأرض وبمنتهى الوقاحة. ها
هذا هو الشرك، هذا هو الشرك بعينه. هل صدقت الكلام؟ ليتني لم أكن على حق، ولكن للأسف. إن جاءكم أي خبر عنه فسوف تخبرونني به على الفور. السهم خرج من القوس الآن، والدماء ستسيل إلى أن ينتهي هذا الأمر. ولا تنسوا بأن كل من يورط نفسه مع الأمير يجيت فسيشاركه المصير نفسه. أمير سعد الدين، لا داعي للقلق سيد سونغورتيكين. في جميع الأحوال سيتذكر أرطغرل إخلاصه للدولة، لكن حبه للسلطانة حليمة يعيقه، وأنا أخاف أن يضعف. وسلطاننا قد فكر في هذا الأمر. وقد قرر أن يكلفك أنت بمهمة قتل الأمير ياجيت. كتب هذه الرسالة لكني لم أرد قراءتها أمامهم، فاقرأها. يجب أن يحل هذا الأمر قبل مجيء السلطان علاء الدين، وسنأخذ رأس الأمير يجيت إلى السلطان في أسرع وقت ممكن، وإلا سيقتل الكثيرون. تعلم بأن بابي مفتوح لك. كان الله معك يا سنغور. حضرة الأمير، أخي أرطغرل يحب يجيت، وإن قال لك كلاما يجرحك فسامحه عليه. لا تقلق يا دوندار، أنا أعلم كل شيء. الآن أنتم مستقبل الكاي. كان الله في عونكم. حضرة الأمير، أمسكت نفسي بصعوبة كي لا أشهر سيفي وأشطره إلى نصفين. لولا قبيلتي ولولاكم أنتم لدفنته بيدي في التراب. سيأتي هذا الوقت سيد توتكين، عاجلا أم آجلا سنفعل هذا معا. وسونغورتيكين، من الواضح بأنه يثق بكلام الأمير. لم يرى حقيقة ذلك الكلب الذي يغرس أنيابه. سيد توتكين، من بعد إذنك سوف أخرج حالاً للعثور على ياجيت. ماذا ستفعل أخي؟ هل ستزهق روح طفل؟ سأفعل إن اضطررت. هذا الأمر لا يخصنا نحن، بل يخص الدولة يا أرطغرل. قد جاء جيكلي وقد قال لي إن الأمر مهم. فليأتي. وجدنا مغارة نويان سيدي. أين مكانها جيكلي؟ في آخر الغابة. ثلاثة سادة من الأتراك رأيناهم هناك.
وقد تقابلوا مع المغول ثم أخذوهم إلى تلك المغارة. السادة الذين تحدث عنهم الأمير كان محقا. أين ترغوت؟ إنه ينتظرنا هناك، يراقب الوضع كي يعرف عددهم وأين يقف حراسهم. إن خرجنا الآن سنكون هناك في الليل. إن طريق الجبل صعب، الخيول لا تعبره ليلا. جيك لمحق سيد توتكين، لنقم بالاستعدادات وفي الصباح نخرج إلى الطريق. اذهب إلى دوغان وبامسي واسترح وقل لهما بأن يستعدا. تحت أمرك سيدي. أخي، ستحضر يجيت حيا، أريد أن أستمع إلى الحديث من فمه، عدني بأنك لن تقتله. صدر أمر من السلطان بحق الأمير يجيت أرطغرل، وإن لم تتصرف بحزم فلا تأتي معنا. سنتحدث لاحقا في الموضوع. لو لم يطلب الأمير سعد الدين من أبي أن يسرق خاتم الأوغوز من سونغور لكان الآن على قيد الحياة. لقد أراد قتلي أيضا، كما سلم والدك لسيف أرطغرل. عزائي الوحيد أنه بفضل ذاك الثعبان تعرفت على رجل جسور مثلك يا نويان. ذاك العاقل غوندوغدو، لو لم يحدث هذا لأصبحت زوجته. سيموت هو وسيلجان نويان، سأقتلهما بيدي بلا أي رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. سيدي سونغور تيكين يقول إن سعد الدين لن يدخل لعبة كهذه لكي يتخلص مني فقط، إنه محق. وأنا أيضا أفكر مثله، لابد أن سعد الدين كوبيك لديه مآرب أخرى أيضا، ولكن يجب ألا ننسى بأن الأمير يجيت قد كبر الآن وأصبح ناضجا. ماذا لو أنه أراد عرش السلطان وأعمى الطمع به عينيه؟ أعتقد أن يجيت فعل ما يريدونه لكي يبقى على قيد الحياة، لكن إن كان من يستغله الآن قد أغراه بأن يكون السلطان، عندها ستتعقد الأمور. معاذ الله، هذا سيكون بلاء كبيرا علينا. ماذا فعل كوبيك؟ لما أتى إلى هنا سيدي؟ لقد قال اليوم في خيمة أمي إنه سيستغل 3 سادة من الترك ليحضر السلطان علاء الدين إلى إرزروم، وقد نجح بهذا. لكن ما أخاف منه أن يكون ما يسعى له السلطان علاء الدين ذاته. ما الذي تقوله؟ السلطان سيأتي بنفسه إلى هنا مع الجند؟ لا أظن أنه سيواجه السلطان سيدي. جنود السلطان يحمونه من أعدائه فقط سيد أرتوك، ولا يمكنهم حمايته من أمير عنده.
وما الذي ستفعله الآن؟ لن أفعل شيئاً. هم الذين سيفعلون. مهمتي هي أن أذهب إلى الفخ الذي نصبوه لي ليتخلصوا مني. لقد أصدروا القرار بقتل أخي واعتبروه خائناً لدولته. كيف يصدقون هذا سنجاب؟ أخي لن يخون سلطاننا بتحريض من هؤلاء الخونة أبداً. لا تقلقي يا حليمة، عندما يأتي يجيد سوف تظهر الحقيقة حتماً. ها؟ ماذا لو ذهبوا وقتلوا أخي قبل أن تظهر الحقيقة؟ حليمة، نار قلبك تشوش أفكارك، أرجوك لا تقولي هذا. إن شاء الله قريباً ستلتقين بأخيك سالماً. إن شاء الله. يا رب احفظ أخي من شر الأعداء. أتسمحون لي؟ تفضل سيد أرطغرل. كيف سيخرج أخي من هذه اللعبة أرطغرل؟ عقلي لا يستوعب. واضح بأن كوبيك يستغل ياجيت من أجل غايته، وهو يتلاعب بنويان وكلابه ويستغلهم أيضا. لن نقف منتظرين وهم ينصبون لنا الفخاخ. لا داعي لهذا القلق، سأنقذ ياجيت من هؤلاء الأوغاد قريبا. لا يوجد لأخي أثر أرطغرل، كيف ستنقذه؟ نويان عرف مكانه. ماذا تقول أرطغرل؟ سيد أرطغرل، الأم هيمة والسيد غوندوغدو أتيا. أهلا بك سيدي، شرفت القبيلة. غوندوغدو، أصبحت بخير؟ نعم بخير، الحمد لله. أمي، ابنتي، أهلا بك. أهلا بك. أمي دوندار، بني، أهلا بك بني، أهلا يا بطلي. أهلا بك أمي. الحمد لله الذي جمعنا، وأخيرا أتيت يا ابني البطل. ما شاء الله أخي. يا أخي أهلا بك يا أمي. أهلا بك بني. قالوا إنك مريض، هل تحسنت؟ من قال هذا؟ كائنا من كان فهو كاذب. أنا كالصخرة لا تطلق. أرطغرل، هل أصبحت بخير؟ الحمد لله تحسنت. وما وضع حليمة؟ أتى حفيدك يا أمي، وكما أوصى والدي أسميناه غوندوز. ما شاء الله يا أخي، فليكن مباركا. شكرا أخي. ليكن مباركا بني، وليكبر بين يديك إن شاء الله. آمين. الحمد لله، إذا خيمتنا بدأت تبتهج بأصوات أولادنا. إن شاء الله سوف يكبر أولادنا معا. إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله يا أولاد، سوف أذهب لأعانق حفيدي. أمي، عند عودة أخي ياجيت هاجمهما المهول. كنت هناك ولم أستطع منعه. نويان اختطف دوندار وياجيت،
أهلا بك يا أمي. أخي، الأمير سعد الدين أنقذ دوندار من يد المغول وأعاده. أنا بخير، لا تقلقي أمي. ويجيت، إنه بيد نويان. حليمة، أهلا بك يا أمي. سيد غوندوغدو، أهلا بك يا ابنتي، فليحفظه الله وليكبر بينكما إن شاء الله، وليبعد عنه الله كل شر. رضي الله عنك يا أمي. فليحفظه الله لك أخي ما شاء الله. شكرا لك أخي. ليبارك الله تعالى في قدرك، وليجعل نسلك يزداد ويحفظك بحفظه، وليبعد عنك الأذى والمصائب، وليعزك الله في الدنيا والآخرة. يا رب لا تحرم حفيدي من والده ولا من شفقة أمه وحنانها. آمين. ليكن مجيئك بركة للقبيلة جمعاء. آمين. 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 الله الذي أكرمنا بك إن شاء الله سيحفظ لنا يجيت ألب، وسيعود لنا سالما، وتنتهي هذه الأحزان إن شاء الله. إن شاء الله. وجدنا وكرنا يا أبي. الحمد لله. إن أذن الله لنا سنخرج يجيت ألب من هذا البلد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أكان تورغوت ألب وحده عندما أمسكتموه؟ كان وحده، لكن حتما كان هناك أحد معه، وقد أوصل الخبر فورا لأرطغرل. لن يغامر بالمجيء ليلا، غدا في الصباح سيأتون ويهاجمون مغارتي. أيضا هم لن يجدوا تورغوت هناك، عندها ماذا سيحدث؟ بعد ذلك سوف يهاجمون بغضب أكبر من أجل تورغوت ويجيت، وأنا قد نصبت لهم فخا محكما، ولن يخرج أي أحد منه سالما، وأرطغرل سيموت غدا. موت أرطغرل لا ينفعني بشيء نويان. ما هذا الكلام سعد الدين؟ قلت إن أرطغرل سيموت وأنت تقول لا ينفعك. مللت من أسرارك وأحجياتك هذه. بماذا تفكر؟ أخبرني لكي أعلم. ثلاثتنا نريد أخذ رأس أرطغرل، وهذا ما سيحدث، ولكن كل شيء وله وقته، وعندما يحين الوقت سأعطيك رأسه. وأنا لا أريد أن أفسد الاتفاق الذي بين الكاي والدودورغا. ماذا يدور في عقلك؟ قل لي. عندما يأتي المحاربون لمهاجمتك في المغارة، أنت ستذهب وتخطف السيدة جوجي. ما الذي سأفعله بزوجتي ذلك الطائش؟ السيدة جوجي ستحضر توتكين. ألم تكن قد أقسمت أن تجفف نسل أرطغرل؟ ها هي الفرصة أتتك. ستقتل توتكين الذي أصبح تحت إمرة أرطغرل، وأنا بعد ذلك سأعطي سونغور المخلص للدولة المكانة التي يستحق.
تورغوت ينتظرنا في هذه المنطقة، المغارة هنا. بعد أن نعلم منه كم حارسا هناك، سننتشر من الأعلى ومن الأسفل، وبعدها سنهاجم المغارة. نترك الخيول هنا، الأفضل أن نذهب مشيا. إن عرف نويان أننا أتينا لن نرى وجه يجيت ألب أبدا. يجب أن نأخذه من أيديهم سالما أخي. ماذا سنفعل بعد أن نأخذه سالما؟ أين سنذهب به؟ إن سلمناه للأمير سعد الدين فسوف يقتله هناك. يجب أن نفعل ما يلزم. ماذا تقول أخي؟ أتقصد بكلامك أن نقتله هناك؟ قرار السلطان واضح أرطغرل، سيعدم حيث يقبض عليه. لا رجعة عن هذا أبدا، والأوامر ستنفذ. لا يمكننا أن نرمي أهالي القبيلة من أجل أحمق أعلن بأنه السلطان. أخي، يجيت ألب شقيق زوجتي، ونحن لن نذهب لإنقاذه فقط، بل لإفساد لعبة سعد الدين كوبيك أيضا. لا زلت تقول الأشياء نفسها يا أرطغرل. أنت الذي أخبرتنا بأن والده كان أداة بأيدي حراس المعبد والأيوبيين. بعدما رأيته بعيني، أنت تريد إنقاذ ذاك الطفل الذي يسمي نفسه الآن السلطان، وطلب من أمي ومن توتكين أيضا أن يطيع قراراته؟ ألا ترى بأنهم يستغلونه يا أخي؟ وما الفرق يا أرطغرل؟ السلطان علاء الدين قد خرج بجيشه الآن، سيأتي إلى هنا، وقد سمع الآن بتمرد 3 قبائل، وربما ينضم إليهم متمردون آخرون. وكل يوم يعيش فيه يجيت، وكل ساعة تعني تهديدا للدولة. وإياك يا أخي أن تجرنا إلى طريق لا نعرف عقباها لكي تنقذ أخ السلطانة حليمة. ما أريد قوله. يكفي يكفي، كلما انتهت مصيبة تأتينا أخرى، وكأن هذا لا يكفي فتزيدونه بشجاراتكم. أرطغرل، سونغور تيكين محق. يجيت ليس تهديدا للدولة فقط، بل تهديد لنا أيضا. هيا قوموا بهذا الهجوم على خير، واهدموا وكر المجرم نويان. أما بالنسبة للأمير ياجيت، طالما أنك لا تثق بكوبيك، فإننا سنسلمه إلى سلطاننا الذي حاربنا من أجله طوال سنوات. ومن بعد الآن ستكون حياة الأمير ياجيت متوقفة على رحمة السلطان وعلى عدالته أيضا. يا حضرة الأمير، أهلا بك بوغاتش ألب. في الصباح سنذهب مع المحاربين لمهاجمة مكان ما، ولكن السادة جعلوا مكان الهجوم سرا بينهم. أنا أعرف أين سيذهبون، ولكن أنت لن تذهب معهم إلى الهجوم. وماذا تريدني أن أفعل حضرة الأمير؟ مهمة أخيرة بوغاتش ألب. إنها مهمة أخيرة لك،
بإذن الله تعالى عندما ننهي هذا الأمر ونخرج منتصرين سأذهب إلى قونيا، وأريد أن تذهب معي إلى هناك وتكون في خدمتي على الدوام. سأفعل ما تراه مناسبا حضرة الأمير. أنا أريدك أن تسلم السيدة جوجي لنويان. قلت نويان؟ لا داعي للقلق، فنويان الآن مثلك، أصبح يعرف جيدا إلى جانب من سيقاتل، واختار خيارك نفسه أن يصبح خادما مخلصا لأمير الدولة. أنا تحت أمرك يا حضرة الأمير. عظيم، ماذا تريد أن أفعل؟ أولا سوف تجد الفرصة اليوم وستدخل إلى خيمة توتكين.